في أجواء تضامنية حماسية احتضن ملعب عبد الحميد بوثلجا بسكيكدا عشية يوم السبت مباراة خيرية في كرة القدم لفائدة الأطفال اليتامى والمعوقين بين محليي ولاية سكيكدا وفريق النجوم الذي يضم ثلة من ألمع لاعبي كرة القدم الجزائرية على الصعيدين المحلي والدولي على غرار صاحب الكعب الذهبي رابح ماجر والماجيك مجيد بوغرة وبابوش رضا وكذا التونسي تميم، حيث تعود فيه المداخيل لنقل 30 طفلا من ولاية سكيكدا في جولة سياحية إلى فرنسا. Thank you.